هو السباق لكل الكرات. نذكر بانه لقاء القمه بين اتحاد طنجه وفريق الوداد انتهى بالتعادل السلبي 0-2 بين الفريقين. وبالتالي اتحاد طنجه صار عنده 48 نقطه، تبعو الفرصه بعد اوك رفع الكره، محاوله خطيره، الكره ما خرجت دائما الخطوره. فوزي عبد الغني، يحاول يسدد، فوزي عبد الغني سديده، الهدف الاول لفائده فريق حسنيه اكادير. والموقع فوزي عبد الغني، مراوغه داخل مستطيل العمليات وتسديده قويه تعانق شباك الحارس محمد بوجاد. فوزي عبد الغني انتظر فقط جوج ديال الدقائق من اجل افتتاح نتيجه هذا المواجهه. ممتاز تواجد ديال اللاعب جلال الدودي، قطع الان جوج ديال الكرات خطيرين ديال فريق رجاء. جلال الدودي، دودي نيمان تيبحثوا على اوك، غادي اوك غادي يواجه جوج اللاعبين، غادي مره غادي اوك. ممتازه هدف جميل ديال جلال الدودي لما تيبحثوا على بادي اوك، تيعرفوا بانه هو صاحب كره الهدف. كيفاش مر على الدفاع وكان تينتظر القدوم ديال العميد جلال الدودي الذي لم يجد اي عناء لهزم الحارس انس اسنيتي. والمدرب وليد الركراكي والطاقم والمساعد، كره للفتح الرباطيه، بديع اوك وجد صراحته من الجهه اليمنى، مشى الجهه اليسرى بديع اوك، لعب كرته في منطقة الجزاء. كاشاني، بدر كاشاني يسجل هدفا ثمينا، هدفا غاليا، هدفا يساوي الصدارة، هدف يساوي الانتصار في هذه المباراة في دقيقة 78، هدف من صناعة ميد بديع اوك. والختم ويختم الحصيمي على المراوغة، ما تمكنش من ذلك الحكم، ماذا يشير؟ محاولة كانت لعبد الحكيم اقليدو، واحد من اللاعبين الشباب في تشكيلة شباريف الحسيمي، ومولد 1997 كيلعب أول مباراة رسمية له. تابعوا محاولة الحسنية العظيمة الرسمية. جول جلال الدولي يسجل الهدف لفريق الحسنية بعد كارونة كورت إنذار من فوزي عبد الغني. الفرصة الأولى اللي كانت الثانية للحسنية والثالثة، تبي تشوف ان المهاجم السريع بديع اوك لعبها على المقص خطورة، وبالتالي بامكانه انه يقدم جديد. كرة ملعوبة في الخط الامامي من شيد كوكابية، ولكن هنالك تغطية ممتاز في طلال اللي قدم مباراة جيدة على مستوى الخط الدفاعي. كرة رجعت من سقاط البركاوي، خط على مستوى التمرير من جديد الحسنية، ثلثية للغزالة تمشي بهذه الطريقة. كرة ممتازة، فرصة دخول داخل منطقة الجزاء، محاولة ممتازة، حسنية في العالي بهدف ثاني بطريقة ممتازة من البركاوي، وضع كرة في الشباك، يعيد المباراة لانتصار أو لتقدم إن صح التعبير. 2-1 النتيجة المرسومة، 2-1 النتيجة المرسومة، أي هستيرية أي مباراة. كيتمكن من ذلك، وصلت لفائدة لاعب الشيبي، رجع اللاعب السكرومي، يعيد الكرة للحارس كيد اللي دخل في الجولة الثانية مكان الحارس علي القروني. هذه التمريرة كانت خاطئة، تبعد هذه المحاولة لفائدة الحسنية. لو يسجل الحسنية هدف رابع ستكون نتيجة قاسية.
ومشات مباشرة في اتجاه الحارس، مشات مباشرة في اتجاه الحارس. إذن 4 دقائق كوقت بدأ ضيع يشير حكم هذا المقابلة. إذن الحسنية بعد ما اكتفى بنتيجة تعادل 0-0 أمام أولمبيك السفي يعوض في هذه المقابلة بانتصار عريض 4-1. هذه محاولة خطيرة، الحسنية ربحت على راسية خطيرة، الضغط يتواصل، تعود لفائدة دفاع الحسنية في وسط الميدان في شتى الجهة اليسرى. فودي كامارا كيلعب الآن دور المهاجم في هذه المحاولة، فودي كامارا مشات عبد الحفيظ لير كهدف خطيرة، زومانا كولي خطيرة 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 خطيرة، لكن في آخر لحظة يعني تبعد هذه المحاولة فائدة فريق الحسنية. جانب حسنية تقدير تحدث على دير معطيات يا السادة والسيدات، قلت بأنه الحسنية سيبحث من أجل الضغط، من أجل استثمار الهجومات المرتدة، من أجل استغلال أفوا. 4 انتصارات وتعادل وحيد فقط كان خارج الميدان بعد ذلك في مرحلة ثالثة. نذكر بأنه تم تسجيل تراجع على مستوى نتائج الفريق العسكري والنتائج كانت متباينة من الجولة. أكيد بدأ الفريق بتعادل داخل الميدان من فريق شباب الريف حسام. هذه محاولة خطيرة، جول 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 لفائدة ياسين البيصاطي يفتتح التسجيل في حدود دقيقة في الوقت الذي كنت تتحدث عن المعطيات. يسجل التراجع، كنقول انه كيتلقى الاسعافات اوليه. كيتلقى الاسعافات الاوليه، اصابه بعد السقوط ديالو. لكن هنا محاوله لصالح الفريق العدنيه داخل منطقه العمليه. تقدم الحسنية، تقدم الحسنية والهاتريك، الهاتريك لبديع كول. نعم بديع كول يسجل الهدف الثالث، 3 أهداف مقابل 2، 3 أهداف لصالح فريق الحسنية مقابل 2 الآن للرجاء. يا له من سيناريو، يا له من كرة في الجهة اليسرى شبيرة، عملية الانطلاق، ترجع كرة تبرير أمامية من الجهة اليسرى، البحث عن التبرير، فرصة كريم البركاوي، كريم البركاوي يسجل رابع الاهداف للحسنيه بعنوان كبير. الحسنيه تالق اليوم امام فريق الرجاء، اذا 4 أهداف مقابل 2. عبد الهادي السكسيوي بدون ملامح لا